اليوم راح أطرح عليك مجموعة من الجمل، فيك تعتبرهم أسئلة وتخد نفس عميق. راح أبدأ في طرح الجمل وزي ما اتفقنا تقدر تحكي لي إنه عم بشعر فيها منذ أسبوع، منذ شهر، منذ سنة أو أكثر. تمام. لو جينا حكينا ضعف في الشهية. لا، يعني لا أشعر بضعف شهية. السهر لفترات طويلة. أحيانا، يعني عندما يكون لدي عمل معين. لا، أنا بقصده إنه القلق أثناء النوم. يعني انت عم تتمدد في سرير النوم بس مش عم تقدر تنام. لا، غير موجود. فمرت فترات كنت انام لفترات طويله، ولكن حاليا يعني بسبب الدوام وهذه الامور يعني مقيد، يعني لابد ان استيقظ باكرا وانام باكرا يعني. ولكن في العطله الصيفيه كنت انام لفترات طويله، نعم، واستيقظ وفي جسم متبلد. فقدان الاحساس بالذات. لا. يعني دائما عم تشعر انا اليوم محمد. نعم، دائما الحمد لله. نعم. علي محمد بشعر احيانا ان الحياه عم تقسى عليه ذاته لحاله، يعني وكان انت الشخص اللي مسلط عليك دائرة المصاعب، خلينا نحكي نوعا ما. يعني خليني أكرر كمان، هل محمد بشعر إنه الحياة عم تستقصده في مجموعة من المصاعب؟ يعني ليس الحياة بمعنى الحياة، ولكن القدر. يعني نعم، أشعر أحيانا أن بعض الأمور صعبة، يعني وأشعر أنني الوحيد بالذات الذي أصبت بها. يعني نعم. التفكير بالانتحار؟ لا، الحمد لله. طبعا لا. طبعا. طيب، راح اطرح مجموعه من الاسئله. هدول الاسئله فيك تقول لي بعد الكاميرا ممكن اجاوب، وفيك تجاوبني على تمام. لو جيت حكيت كيف بوصف محمد طفوله جيده، يعني سعيده كانت. الان كيف توصف حالك محمد الاعلامي؟ يعني نوعا ما متوسط، لا انشر بشكل كثير، وبالتالي متوسط اعلاميا. اهل محمد بشعر احيانا في صعوبه اتخاذ القرار؟ لا، يعني أنا شخص اللحظة نفسها. يعني في أي موقف في حياتك، سواء كنت أنت في الطيارة، وخصوصا اليوم أنه أنت عم بتسافر كثير، أول مرة ركبت فيها الطيارة كانت عام 2013. يعني خلينا نرجع نستذكر الحالة الانفعالية. يعني كانت تجربة، نعم، مخيفة نوعا ما. يعني هذا اللي أنا بسمعه، يعني عندما تجرب شيء جديد نفس الشعور. يعني كان الأمر مخيف وغريب ومشوق نفس الوقت. ليش كان مخيف؟ لأنه يعني دائما يقولون يعني الصعود وهبوط الطيارة أصعب شيء، فعندما توضع في ذلك الموقف ويقال لك سابقا أنه مخيف، فتشعر بالرهب. يعني تكرار الموقف. نعم. مع ذاتك، المجموعة الأسئلة اللي طرحتها محمد عادة نحن بنطرحها في أكثر من جلسة لنعمل تقييم هل الشخص عم بيعاني من ضغوط نفسية، يعني هل هو شخص عم بيعيش حالة اكتئابية. خليني أحكي لك النتيجة الآن ولا بعد؟ يعني كما تريد. ما تم طرحه قبل قليل على محمد من أسئلة، هو فقط لتحليل إن كان الشخص مصاب بمرض نفسي نتيجة الضغوط النفسية أم لا. طبعا محمد الحمد لله مش مريض نفسي. الضغوط أحد مظاهر الحياة الأساسية، والبشر كالعادة يتعاملون مع هذه الضغوط بنوعين. منهم من يتعامل مع الضغوط بطريقة سليمة، وهي اللجوء لمواجهة الخطر وكيفية التعامل معه، ومجموعة أخرى تتعامل معه بطريقة سلبية للأسف، كاللجوء لتناول المهدئات أو الإدمان، التدخين بكثرة، النوم لساعات طويلة، كما يقال الهروب من خلال النوم. وهنا بهمنا نتعلم كيفية هزم الضغوط النفسي. في بعض الأسئلة اللي تم طرحها من خلال صفحة محمد أنه إذا كان في توصية أو عم توصي لكتاب، هون في بعض الكتب أهمها بصراحة، بديش أحكي أهمها، يعني أكثرها شفته سلس، لغته سلسة، وهو كتاب كيف تهزم الضغوط النفسية لدكتور محمد غانم، وليس الدكتور محمد غنايمة. إذا جيت نلخص بشكل سريع كيفية التخلص من الضغط النفسي، أول طريقة اللي هي ممارسة الرياضة، سواء من خلال المشي، ممارسة أي نوع من أنواع الألعاب الرياضية. اثنين، والنظام الغذائي، يعني أنا عم بتناول جزء كبير من الحلويات بنفس الوقت ما عم بقوم بطاقة كبيرة تتناسب مع الكالوريز اللي عم بدخلها للجسم. تخلص من عامل التوتر نفسه اللي عم بسبب لي ضغط نفسي. أنا متوتر، بكرة عندي امتحان، شو اللي ممكن يخفف التوتر النفسي؟ الدراسة، التحضير لهذا الامتحان. النقطة الرابعة اللي هي مساعدة الآخرين لإلي، يعني العملية التبادلية، أنا أساعد الآخرين ومساعدة الآخرين لإلي، لأنه كل ما أنا كنت في بيئة صحية أو في بيئة داعمة، كل ما كان سهل علي التخلص من التوتر النفسي. النقطة الخامسة هي الرفقة السليمة. الآن دكتور أحمد، بدنا موقف يعني غريب حدث معك أثناء ممارستكم للعلاج النفسي لو تكرمت. موقف غريب حدث معي، أم عم بتفرجيني رسمة طفلها، الرسمة يعني هي عم تطلع على رسمة مبسوطة إنه طفلها رسم الرسمة، لكن اللي أدهشها لما سمعت قصة الرسمة من ابنها، هو عم بيحكي لها إنه ماما في الرسمة هاي أنتي
وهي أنا عم بهرب منك في جنب بابا، وهذه الحبل ليربطك علشان تموتي. فكانت هي كانت في جو إن هي مبسوطة إنه ابنها بدها تشجعه كيف بيرسم، هو في حالة يوصل رسالة لأمه وكأنه وقف العنف اللي أنت عم بتمارسي علي، وهذه رسالة مهمة جدا. السؤال الثاني دكتورنا الفاضل، يعني هل يؤمن الطب النفسي بوجود الجن؟ الجن هو أحد مخلوقات الله، وهذا أنا كشخص الحمد لله مسلم أؤمن إنه الجن أحد مخلوقات الله. لكن القصص اللي احنا عم نسمعها حول موضوع الجن وتأثيره على الشخص، وانه الشخص عم بيعمل كذا وعم بيعمل كذا وعم بيعمل كذا، هذا يعني بيدخل فيما يسمى احنا بالنسبة لنا اللي هي البليوت الثوت او الافكار السلبية اللي احيانا بتدخل لعقل الشخص وعم بتأثر على مسار حياته. في النهاية احبتي في الله نشكر دكتور احمد على وقته وعلى تواجده معنا، فكل شكر لك دكتورنا العزيز، ونعتذر أيضا عن الإجابة المختصرة نوعا ما على بعض الأسئلة، فنتمنى أن نكون قد أفدناكم ولو بالقليل من خلال هذه الدقائق المعدودة، ونتمنى لكم الصحة النفسية والجسدية. أتمنى أنه في هذا الوقت الضئيل وصلت جزء من الفائدة المرجوة، الوقت المحدد لإلي من قبل الدكتور محمد، ولكن إن شاء الله أنه وصلت الفائدة، وبتمنى الصحة النفسية والجسمية للجميع، والسلام عليكم. باش لي المات ازعل مختبر فارتجور كما تفضل.